مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير هيدي الكريمة. بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ نعمل مع بعض هاي الكريمة الحلوة. طريقتها كتير سهلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا أول شي كوب سكر ناعم، نص كوب زبدة دايبة، وملعقة طعم كاكاو. أول شي بحط سكر. بسم الله. كمان الكاكاو. بحركن شوي. هلا منحط الزبدة. بحركن منيح مع بعض. يعني هيدي الكريمة بتتحضر، ما بدها دقيقة بالتحضير، كتير كتير سهلة ورائعة. واو. بنحرك منيح. حضرنا الكريمة، شفتوا كيف؟ أنجأ دقيقة صارت جاهزة. إذا بدي حطها على الكيك هيك بتنفع، وكمان إذا بدي إياها شوي جامدة بحطها بالبراد لتشد شوي تجمد، ومنشكلها بكيس الكريمة. شفتوا شو سهلة؟ كتير كتير سهلة. هلأ رح حطها أنا بالبراد لشكل كمان أنا وياكم فيها الكريمة. هيدي الكريمة اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد وجمدت بهيدا الشكل. شفتوا كيف صارت؟ بحركها شوي، ما شاء الله روعة. هلأ بنحطها بكيس الكريمة. بسم الله. هلا بدنا نشوف كيف طلعت مع بعض. شفتوا شو ناعمة؟ كتير مرطبة. واو، كتير رائعة. شفتوا شو حلوة؟ شكلها كتير ناجح 100%. بسم الله. شفتوا؟ بسم الله. هيدي الكريمة اللي عملتها أنا وياكم بتستعمل للدهن، وبتستعمل كمان فينا نحطها نزين فيها بهيدا الشكل. كتير كتير سهلة وسريعة، وبمكونات موجودة بكل بيت. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.